بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية في كلية التربية العلوم الصرفة في مادة الكيمياء التحليلية الوزنية للفصل الثاني، وتحديدا في محاضرة رقم 13 اللي هي بعنوان النسبة المئوية للاستخلاص. طلاب، أخذنا بالمحاضرات السابقة في محاضرة رقم 12 أنه عملية الاستخلاص سائل تعتمد على توزيع جزيئات المذاب بين طورين سائلين لا يمتزجان مع بعضهما ولا يتأثران ببعضهما. إن هذا التوزيع بين الطورين يخضع إلى عملية الاتزان ويعتمد على ذوبانية المكون في كل طور من الطورين. كذلك تطرقنا إلى ما يعرف بالdistribution coefficient، معامل التوزيع KD، وكذلك عرفنا أيضا إذا كانت تختلف الحالة الجزيئية للمادة المذابة في الطورين راح نعوض معامل التوزيع بنسبة التوزيع اللي تمثل لي تركيز المذاب بكل أشكال تواجده في الطور الأول اللي يكون العضوي إلى تركيز المذاب بكل أشكاله في الطور الثاني. كذلك تطرقنا إلى قوانين استخلاص سائل، وكان هناك قانونين يعتمد على متى ما كانت المادة المذابة أصلا موجودة في الطور الخفيف لها قانون، ومتى ما كانت المادة أصلا في الطور الثقيل. هذه كانت آخر الأشياء اللي أخذناها في محاضرة رقم 12. أما بعد حساب كمية المادة سواء كانت المادة المذابة في الطور الثقيل أو الطور الخفيف، نقدر أن نجد قيمة النسبة المئوية للاستخلاص percentage extraction للمادة المذابة في الطور المائي بعد استخلاص لمرة واحدة. مثل ما نعرف أن النسبة المئوية هي عبارة عن نسبة الجزء على الكل في 100. النسبة المئوية للاستخلاص هي تمثل هنا نسبة، كل مفروض خط قسمة، تمثل لي الكمية الجزء اللي انتقل من الطور، كمية المادة المذابة اللي انتقلت من الطور المائي إلى الطور العضوي. احنا قلنا غالبية الاستخلاص solvent extraction، استخلاص مذيب المادة موجودة بالطور المائي ونستخلصها إلى الطور العضوي. فنحسب الكمية التي انتقلت إلى الطور العضوي إلى كمية الكلية في الطور المائي والعضوي في 100. هذه تمثل لي القانون النسبة المئوية للاستخلاص. إذن هي النسبة الجزء اللي هي ما انتقل من المادة المذابة إلى الطور العضوي إلى الكمية الكلية الموجودة في الطور العضوي المائي في 100. نعبر عنها بالرموز E percentage تمثل M organic إلى M organic زاد M aqueous في 100، حيث الـ ORG تمثل لي organic أي هي المادة أو الكمية المادة الموجودة في الطور العضوي، والإكيوس هي الطور المائي. ومجموع الكتل للمادة المذابة في الطور العضوي العفوي والطور المائي هو يمثل الكمية الأصلية للمادة المذابة قبل عملية الاستخلاص. وكل احنا نعرف بأن التركيز هو عبارة عن الكتلة إلى الحجم، كتلة المادة في حجم معين من المحلول، فبالتالي الكتلة هي تمثل لي التركيز بالحجم. إذا عوضنا عن كتلة، أي كتلة موجودة في قانون النسبة المئوية للاستخلاص بما يساويها من التركيز في الحجم، فنعوض عن كتلة المادة المذابة في الطور العضوي بتركيز الطور العضوي في حجمه، وكذلك كتلة المادة في الطور المائي أيضا في التركيز الطور المائي في حجمه، ونعوض بقانون النسبة المئوية. على
باعتبار انه السي اورجانيك تمثل تركيز الماده بالطور العضوي، والسي اكيوس وتركيز الماده قلنا في الطور المائي، والفي اورجانيك تمثل حجم الطور العضوي، وفي اكيوس تمثل حجم الطور المائي. عند يعني نسوي بعض الترتيب للمعادلة، نقسم البسط والمقام في المعادلة على تركيز الطور السائل، تركيز العفو المادة في الطور السائل راح يكون سي اورجانيك على سي اكوس في في اورجانيك، وكذلك هنا سي اورجانيك على سي اكوس في في اورجانيك، وكذلك زائد سي اكوس الى سي اكوس في في اورجانيك في 100 على. وبما انه تركيز الماده المذابه في الطور العضوي الى تركيزها في الطور المائي مثل ما عرفنا هذا يمثل لي نسبه التوزيع distribution ratio، فعوض عن هذه النسبة ب دي كابيتال لتر، فراح يكون قانون النسبة المئوية للاستخلاص هو دي في أورجانيك إلى دي في أورجانيك زائد في إكيوس في 100%. أيضا حتى نبسط أكثر المعادلة نقسم البسط والمقام على حجم الطور حجم الطور العضوي، فراح يكون هناك راح نتخلص هنا من الحجم الفي اورجانيك، وهنا راح ايضا هنا ايضا نتخلص من الفي اورجانيك، راح يصير نشطبها تبقى في اكيوس الى في اورجانيك في 100%. طبعا هذا القانون يستخدم لايجاد النسبه المئويه للاستخلاص في عدم في حاله عدم تساوي حجم الطورين المائي والعضوي، عدم تساوي الطورين يعني الفي اكيوس والفي اورجانيك يكون غير متساوين، استخدم قانون النسبة المئوية لإيجاد نسبة المادة المذابة المستخلصة في الطور العضوي. إذن في حالة أنه يتساوى حجمي الطور العضوي مع الطور حجم الطور المائي، قانون النسبة المئوية للاستخلاص راح يكون E percentage تساوي دي الى دي زائد 1 في 100، ونقدر نكتبه بالصوره الاخرى اللي هي اي percentage تساوي 100 دي 100 في دي الى دي زائد 1. طبعا تصح هذه المعادله اذا حسبنا عمليه الاستخلاص لمره واحده فقط، فعلى اعتبار بان دي تمثل تركيز المادة في الطور العضوي إلى التركيز في الطور المائي. أمثلة، مثال رقم 1، ما النسبة المئوية لكلوريد الحديديك FeCl3 مذاب في طور مائي يحوي HCl حامض الهيدروكلوريك الذي يمكن أن تستخلص باستخدام الداي أثيل إيثر اللي هو الطور الخفيف لمرتين، علما بأن كل مرة استخلاص يستخدم من الإيثر حجم مساوي لحجم الماء اللي هو يعتبر الماء طبعا الطور الثقيل. خلي بالك طالب، كل ما يكون يعني حجم الطور المائي يساوي حجم الطور العضوي معناه انه نسبة التوزيع هنا 1، فعلى اعتبار انه نسبة التوزيع دي 9 يعني نعوض عن حجم الطور المائي وحجم الطور العضوي ب 1. الآن بالسؤال يطلب النسبة المئوية لكلوريد المادة المذابة في الطور المائي ومستخلصة بالطور باستخدام الداي أثيل إيثر. إذن المادة بالبداية هي مذابة في الماء، فأقدر أستخدم القانون الخاص بعندما تكون المادة مذابة أصلا في الطور الثقيل اللي هو الماء.
هذه المعادلة أستخدمها لإيجاد كتلة المادة المذابة في التورد الثقيل. أعبر عن حجم الـ V1 والـ V2 بما أنه متساوي بواحد، فـ V2 هو واحد، دي عبر عنها بتسعة، و V1 أيضا واحد، و V2 واحد، و N تمثل عدد مرات الاستخلاص اللي هي هنا لمرتين، إذن N تساوي 2. دائما بالحسابات أجمع هنا القوس 9 زائد 1 10 وبعدين أربعها حتى تكون حساباتي صح. فإذا 1 إلى 9 زائد 1 10، 1 إلى 100 راح تكون 0.01. هذه شو تمثل لي؟ تمثل نسبة المادة المتبقية. إذا ضربتها في 100 راح تكون 0.01 في 100 تساوي لي 1%. هذه 1% تمثل النسبة المئوية للمادة المتبقية في الطور المائي من كلوريد الحديديك بعد عمليتي استخلاص. هذه تمثل لي كتلة المادة في المتبقية في الطور المائي بعد إجراء عمليتي استخلاص 2. حتى أحسب نسبة المادة المستخلصة على اعتبار أنه المادة الاستخلاص كان 100%، فإذا كانت المادة هي يعني الاستخلاص عملية استخلاص 100 تامة، فأنقص منها ما تبقى من المادة في الطور المائي حتى أعرف كمية المادة اللي استخلصت في الطور العضوي اللي هو الإيثر. فمية ناقص واحد راح تساوي لي 99 كنسبة مئوية، 99%. إذن نسبة المادة المتبقية في الطور المائي واحد، واللي انتقل للطور العضوي واستخلصه بواسطة الدائئة الإيثر هو 99%. لنفس السؤال، ما هي النسبة المئوية للاستخلاص بعد عملية استخلاص واحدة؟ هنا استخدمنا الاستخلاص لمرتين، نفس القانون لكن نعبر عن قيمة N بواحد ونعوض عن الحجوم ب V1 و V organic و V aqueous بواحد واحد، ودي 9 راح تكون هنا النسبة 0.1. حتى أطلع النسبة المئوية أضربها 0.1 في 100 راح تكون 10%. إذا النسبة المئوية للمادة المتبقية بعد عملية استخلاص واحدة هي 10%. وحتى أستخرج نسبة المادة المستخلصة بالدائئة الإيثر بعد استخلاص مرة واحدة على اعتبار أن الاستخلاص التام 100 ناقص ما تبقى اللي هي 10، إذا المستخلص هو 90. لو نقارن نسبة المادة المستخلصة عندما يكون استخلاص واحد 90%، لكن لما أكرر عملية الاستخلاص دي مرتين كانت نسبة المادة المستخلصة 99%. معناها أن كفاءة الاستخلاص بالإيثر تزداد مع زيادة عدد مرات الاستخلاص، معناها أنه كفاءة الاستخلاص تكون أكبر كلما زادت عدد مرات الاستخلاص. طبعا النسبة المئوية للاستخلاص يمكن أن أستخدم هذه الطريقة البسيطة، أو أقدر أستخدم القانون اللي هسه اتطرقنا له اللي هي يمثل لي نسبة المئوية للاستخلاص لمرة واحدة، يعني في بس في هذه الحالة أقدر أستخدم قانون 100 في دي إلى دي زائد واحد، وأطبق نفس عوض عن المجاهيل أيضا تطلع 90%. يستخدم قلنا قانون 100 في دي على دي زائد واحد لإيجاد النسبة المئوية للاستخلاص عندما يكون الاستخلاص لمرة واحدة، أقدر أستخدمها بهاي الحالة فقط.
مثال الآخر، 20 مل من الماء يحوي حامض البيوتريك بتركيز 2 بالألف مولاري. استخلص الحامض باستخدام 10 مل من الدايئيثيل إيثر اللي هو يعتبر هنا الطور الخفيف، وبعد عملية استخلاص واحدة بقي في الطور المائي 5 بالـ10,000 مولاري من حامض البيوتريك. احسب اولا نسبة التوزيع دي distribution ratio، و با النسبة المئوية للاستخلاص percentage extraction. نلاحظ احنا في هذا المثال انه المذيب العضوي هنا الداي اثيل ايثر يعتبر هنا هو الطور الخفيف والماء هو الطور الثقيل. فاذا المذابة المادة العفو كمذابة الحامض البيوتريك اصلا مذابة في الطور وين؟ في الطور الثقيل. اذا نستخدم القانون التالي ونعوض بالحدود انه V1 تمثل لي 10 مل و V2 تمثل لي 20 مل و X0 تمثل لي 0.2 بالألف و XN تمثل 5 بالـ10,000 مولاري. وأعوض بالقانون وأطلع المجهول اللي هو بالسؤال نسبة التوزيع. هنا المفروض أوحد المقامات وأجمع وحاصل ضرب الوسطين حاصل ضرب الطرفين وأعوض عن قيمة الـN لأن استخلاص واحد بواحد، وأطلع قيمة دي راح تكون هي 6. نفس السؤال حتى أجد نسبة الاستخلاص يجب بالبداية أن أجد نسبة المتبقي والتي تحسب بطريقتين. نسبة المتبقي يمكن أن أحسبها بواسطة هذا القانون على أن المادة أصلا مذابة في الطور المائي، وأعوض عن قيمة دي بستة وعن الحجوم V2 بـ20 و V1 بـ10، وبالتالي راح تكون نسبة المادة المتبقية في الطور المائي راح تكون 1 إلى 4 ضربها في 100 راح تكون 25%. إذا النسبة المئوية للاستخلاص 100 ناقص 25 75% هي المادة المستخلصة للطور العضوي. يمكن أن أستخدم هذه الطريقة لإيجاد النسبة المئوية للاستخلاص أو أستخدم قانون إن دي إلى دي زائد V2 إلى V1 على حساب إنه الحجوم غير متساوية في هذه المثال، فأقدر أستخدم قانون النسبة المئوية اللي هو تساوي نسبة التوزيع إلى يعني دي إلى دي زائد V2 إلى V1 في 100، وأعوض عن الدي بـ6 وV2 بـ20 وV1 بـ10، وأيضا تطلع نفس الإجابة نفس الجواب اللي هو 75%. فأنا ارتئيت أنه أنطيكم الحل بطريقة وأنت الطالب علي أن يعني يحلها بالطريقة الثانية لإيجاد النسبة المئوية للمادة المستخلصة في الطور العضوي. مثال آخر، 50 مل من الماء يحوي 0.1 غرام من اليود. احسب كمية اليود المتبقية في المحلول المائي بعد عملية استخلاص واحدة وباستخدام 25 مل من رابع كلوريد الكربون CCl4. على اعتبار انه رابع كلوريد الكربون طبعا هو الطور الثقيل، وقيمة دي نسبة التوزيع هي 1 إلى 85.
نلاحظ هنا طبعا في هذه المسألة أنه الطور الثقيل هو رابع كلوريد الكربون، والطور الخفيف أنه هو الماء، لأنه عاكسين هنا نسبة التوزيع، فبالتالي راح يعتبر أنه الطور الثقيل هو رابع كلوريد الكربون والخفيف هو الماء. إذن المادة المذابة هي أصلا وين موجودة؟ في الماء، واعتبر الماء هو الطور الخفيف، فبالتالي احنا نعرف دي تمثل تركيز المذاب في الطور الخفيف إلى تركيز المذاب في الطور الثقيل. ونعوض نستخدم القانون التالي على اعتبار ان المادة مذابة في الطور الخفيف اللي هو الماء، وأعوض ب V1 بخمسين مل و V2 25 مل و D بواحد إلى 85 و M0 اللي هو تركيز المادة الأصلية 0.1 وعدد مرات الاستخلاص هي N تساوي 1. نعوض بالمعادلة و بهذا الشكل، بهذا الشكل التفصيلي، خصوصا الحسابات أتأنى وأستخدم الحاسبة. فاستخرجت كتلة المادة المذابة هي 2.3×10^3 جرام. نفس السؤال، لو كان عدد مرات الاستخلاص 3 مرات، فأعوض عن قيمة الـ N small برقم 3، راح تكون كتلة المادة المستخلصة هي 2.9×10^5 جرام. راح نلاحظ ان الاستخلاص عندما يعني كل ما كانت عدد مرات الاستخلاص اكثر، فراح تكون طبعا كل ما زادت عدد مرات الاستخلاص معناه انه كمية المادة المتبقية بالطور المائي راح تكون قليلة جدا، يعني تكون الكفاءة الاستخلاص عالية. كل ما زيدنا عدد مرات الاستخلاص سوف تكون كمية المادة المتبقية في الطور المائي قليلة بالمقارنة مع المادة لو كانت استخلاصها لمرة واحدة، فبالتالي راح تزداد كفاءة الاستخلاص كلما زادت عدد مرات الاستخلاص. كل ما تكون عدد مرات الاستخلاص هنا من 3 مرات معناه انه كمية المادة المتبقية بالطور المائي بقت قليلة جدا، اي زادت كفاءة الاستخلاص من ما كل ما زيد عدد مرات الاستخلاص منها من مرة واحدة. مثال رقم 4، إذا كانت نسبة توزيع المادة A، يعني distribution ratio D للمادة A هي 10، ونسبة توزيع المادة D هي 0.1 في نظام استخلاص يكون V2 تساوي V1. هنا المادتين أصلا، يعني المادة A و B مذابتين في الطور الثقيل. السؤال، كم ستكون نسبة استخلاص المادتين بعد عملية استخلاص واحدة وبعد عمليتي استخلاص؟ نلاحظ أنه المادتين أصلاً مثل ما موجود بالسؤال مذابات في الطور الثقيل، فإذا نستخدم القانون التالي ونعوض عن قيمة V1 و V2 متساويتين، عوض عنها بواحد مثل ما قلنا، ونعوض عن قيمة بالنسبة للمادة بما أنه V1 و V2 راح نعوض عنها بواحد. نبدأ بالمادة الأولى A، نعوض عن قيمة D للمادة الأولى بعشرة، وعن V1 و V2 بواحد لأن قلنا الحجوم متساوية، فبالتالي راح تكون الاستخلاص N تساوي 1 هنا تعويض هي لمرة واحدة بالنسبة للمادة A، راح تكون يعني النسبة
المادة المتبقية في الطور عندما انتقلت المادة من الطور الثقيل إلى الطور الخفيف، فراح يكون ما تبقى من المادة هي 9% اللي يتمثل لي كمية المادة المتبقية في من المادة أي في الطور الثقيل إلى كمية المادة أي الأصلية قبل الاستخلاص، يعني النسبة المئوية. هنا القانون صار جزئين، هنا البسط وهنا المقام، وتضرب 9% في 100 حتى أطلع النسبة المئوية للمادة المتبقية، المادة أي المتبقية في الطور الثقيل كانت 9.1. إذا أريد أحسب النسبة المئوية للمادة المستخلصة إلى المستخلصة من المادة أي، على اعتبار أن المادة الأصلية هي يعني تامة الاستخلاص هي 100 ناقص ما تبقى من المادة في الطور الثقيل 9.1، إذا 100 ناقص 9.1 راح تكون 90.9%. هذه بالنسبة النسبة المئوية للاستخلاص للمادة المستخلصة للمادة أي. 9.1 هي المادة المتبقية في الطور الثقيل، وأطرحها من 100 راح تكون 90.9% المادة المستخلصة. نفس القانون أستخدمه للمادة بي، ونعوض عن V1 و V2 بواحد لأن متساويتين، وعن قيمة دي بما يساويها اللي هي 0.1. راح تكون كمية المادة المتبقية من المادة بي في الطور الثقيل هي 90.9، يعني 0.9 أضربها في 100 حتى أطلع النسبة المئوية 90.9. هذه نسبة المادة المتبقية من المادة بي في الطور الثقيل. إذا قسمت هذه النسبة على كمية المادة بي الأصلية في 100 راح تمثل لي النسبة المئوية للاستخلاص للمادة المستخلصة. يعني أيضا على اعتبار أنه المادة استخلاصها 100% ناقص 90.9 راح تكون نسبة الاستخلاص هي 9.1%. الشطر الثاني من السؤال اللي هو بعد عمليتي استخلاص نعوض عن قيمة N small برقم 2، هذا أيضا أتركها للطالب حتى شوية يعني يبدي يتمرن هو على حل مثل هكذا أمثلة. الشطر الثاني من سؤال من المثال الرابع، نفس القانون فقط قيمة N بدال ما تكون 1 راح تكون 2. الآن نجي إلى أنظمة الاستخلاص. صنفت بصورة عامة أنظمة الاستخلاص إلى نظامين، النظام الأول والنظام الثاني. النظام الأول هو استخلاص الجزيئات البسيطة باستخدام مذيبات خاملة، بحيث تكون القوى المؤثرة على الأغلب هي قوى فيزيائية، طبعا على الرغم أكيد وجود هنا قوى كيميائية متمثلة بالأواصر الهيدروجينية. أما النظام الآخر اللي صنف عليه أنظمة الاستخلاص هو النظام الذي يعتمد على التفاعلات الكيميائية لتكوين جزيئات جديدة قابلة للاستخلاص. هذه نظامين لأنظمة الاستخلاص. نجي الآن إلى استخلاص جزيئات بسيطة بالنوع الأول أو النظام الأول اللي هو استخلاص الجزيئات البسيطة باستخدام مذيبات خاملة عضوية. هنا نظام الاستخلاص يعتمد على توزيع الجزيئات البسيطة مثل ما عرفنا اللي هي جزيئة اليود اللي قلنا هي I2، جزيئة غير مستقطبة انه تتوزع بين طورين احدهما المائي والاخر العضوي الغير المستقطب، وهما اطوار غير ممتزجين، يعني الطور العضوي الغير القطبي ما يمتزج مع الطور القطبي اللي هو الماء. فعند اليود
من راح يتوزع كجزيئة بسيطة بين الطورين القطبي وغير القطبي، العضوي والمائي، فراح يكون هناك توجد تأثير متبادل بين الأطوار من جهة نتيجة لاختلاف ذوبانية جزيئة اليود في الطورين. طبعا اختلاف في ذوبانية جزيئة اليود بين الطورين هي التي سوف تحدد نسبة توزيعها. بما أنه إحنا نعرف جزيئة اليود هي جزيئة تساهمية، فطبعا راح تكون هناك هي غير مستقطبة، فبالتالي راح تكون ذوبانيتها في الطور العضوي أكثر من يعني توزيعها في الطور المائي، أي أنه راح تكون أنه تتوزع في الطور العضوي الغير القطبي مثل رابع كلوريد الكربون أكثر أو أكبر بكثير مما هو عليه في الطور المائي، فبالتالي راح يكون استخلاص اليود تكون بواسطة رابع كلوريد الكربون. هذا يعتمد على التأثير، عملية استخلاص اليود لرابع كلوريد الكربون أكبر مما استخلاصها في الطور المائي يعتمد على التأثير المتبادل بين جزيئات المذيب العضوي. راح يكون التأثير المتبادل بين جزيئات المذيب العضوي أقل من التأثير الموجود بين جزيئات الماء، يعني الطاقة الموجودة في الطور العضوي أقل مما هي موجودة في الطور المائي، فبالتالي سوف يكون يعني الطور العضوي يكون مهيئ، كل ما كانت التأثير المتبادل أقل طاقته تكون أقل، فبالتالي راح يكون مستقر لاستقبال جزيئات كبيرة، يعني خصوصا إذا كانت يعني الجزيئات من الجزيئات الكبيرة أكثر من الاستقبال من قبل الطور المائي. هناك بعض الملاحظات حول distribution ratio اللي هي نسبة التوزيع دي. نسبة التوزيع دائما تكون تزداد لصالح الجزيئات الكبيرة، مثلا نسبة توزيع الأنيلين اللي هي عبارة عن حلقة بنزين فوقها NH2 راح تكون نسبة التوزيع إذا كانت بين الماء والبنزين راح تكون قيمتها دي تمثل 10، بينما نسبة التوزيع لو كان المركب 2 نفثيل أمين، يعني هنا نفثيل أمين معناه حلقة بنزين 2 مدموجات وبيها مجموعة NH2 بالأعلى، فتكون أيضا إذا أريد نسبة التوزيع هذا المركب بين الماء والبنزين هنا راح تكون دي 280. ليش؟ لأن جزيئة الاثنين نفثيل أمين أكبر بكثير من جزيئة الأنيلين، فبالتالي راح تكون نسبة التوزيع الاثنين نفثيل أمين أكبر من نسبة التوزيع بين الماء والبنزين للأنيلين، بحيث هنا 280 وهنا 10 بسبب كبر جزيئة اثنين نفثيل أمين على حساب جزيئة الأنيلين. كذلك مثلا حجم الجزيئة على مثلا الغازات الخاملة مثل الهيليوم وإلى الزينون، هنا تبدي الغازات الخاملة تزداد ذوبانيتها في المذيب العضوي كلما زاد الوزن الذري لها. الهيليوم احنا نعرفه 2 إلى الزينون الوزن الذري جدا عالي، فبالتالي كل ما زاد الوزن الذري للغازات الخاملة في المذيب العضوي زادت يعني زاد حجم الجزيئة راح تزداد ذوبانيتها في المذيب العضوي. 2 كل ما زادت طول السلسلة الهيدروكربونية راح يؤدي إلى أيضا زيادة نسبة التوزيع بمقدار 4 تقريبا لكل مجموعة CH2 في السلسلة الهيدروكربونية. مثلا عندنا هنا جزيئة البروبان سلسلة هيدروكربونية مستقيمة CH3 CH2 CH2، نسبة التوزيع لها 10، بينما جزيئة البيوتان تفرق عن جزيئة البروبان بمجموعة CH2 CH3 CH2 CH2 CH3، فراح كل ما زادت مجموعة CH2 تزداد نسبة التوزيع 4
درجات، فهنا دي 10 بالبروبان بينما بالبيوتان دي تساوي 14. كذلك ان نسبة التوزيع ايضا تأثر على وجود ذرات هالوجينية. ذرات الهالوجين قد تكون اليود، البروم، الكلور. ايضا ان وجدت سوف تزيد من الاستخلاص جزيئات المادة المذابة من قبل الطور العضوي، وبالتالي تزيد نسبة التوزيع. نلاحظ انخفاض نسبة التوزيع دي في المركب او الجزيئة التي يتم استخلاصها وتحتوي على مجموعة هيدروكسيد او مجموعة هيدرو حامض كاربوكسيل. هذه المجاميع ان وجدت في المركب او الجزيئة راح تخفض من نسبة التوزيع. ليش؟ لان هذه المجاميع ذوبانية تكونها الى صالح الطور المائي، لان قابلية الذوبان لأن وجود هذه المجاميع في المركبات سوف تكون أواصر هيدروجينية مع الماء، وبالتالي تزيد ذوبانيته. ونعرف إحنا نسبة التوزيع تمثل تركيز المادة المذابة في الطور العضوي إلى الطور المائي، فبالتالي راح تقل ذوبانيته في الطور العضوي، لكن تزيد ذوبانيته في الطور المائي، فتكون نسبة التوزيع الهدي منخفضة. هذا أول نظام من أنظمة استخلاص جزيئات بسيطة. النظام الآخر اللي يعتمد على التفاعلات الكيميائية. نلاحظ في هذا النظام مثلاً إنه أملاح يعني حسب القاعدة اللي الكل يعرفها، كل كيميائي يعرفها، إنه المذيب يذيب شبيه. هذا النظام الثاني إنه الأملاح اللا عضوية المتميئة طبعا لها القابلية على أن تذوب في الماء أكبر من قابلية ذوبانها في المذيبات العضوية اللي هي مثلا متمثلة بالبنزين والكلوروفورم. بالمقارنة أن المركبات العضوية أكثر ذوبانا في المذيبات العضوية، المذيب يذيب شبيهة، خصوصا يعني المركبات العضوية اللي ما تكون تحتوي على مجاميع هيدروكسيل وكاربوكسيل ومجاميع سلفوني، لأن هذه المجاميع تكون محبة للماء، فبالتالي من الأفضل أن يعني تكون إذا احتوت على هذه المركبات العضوية اللي تذوب بالمذيبات العضوية أنه ما تحتوي على هذه المجاميع حتى لا تكون الفتها للماء أكثر. حتى نخفض قابلية ذوبان الأملاح اللا عضوية في الماء نستخدم كواشف عضوية حتى تكون كومبلكس، تكون مركبات أو جزيئات جديدة مع الكاشف العضوي المضاف، وهي تكون المركبات بشكل معقدات مع الأيونات الفلزية، وأيضا معقدات غير مشحونة اللي هي تتكون من الكواشف العضوية مع الكاتيون يعني الفلز الموجب. تكون طبعا هذه على الأغلب سهلة الذوبان في المذيبات العضوية وصعبة الذوبان في الماء من خلال ما يعرف بقوى التشتت. هنا يعني السؤال ما هي الطرق اللي تتكون فيها المعقدات؟ انه هي نضيف كاشف عضوي للأملاح اللا عضوية حتى نقلل أيضا من ذوبانيته في الماء وتكون لي معقدات مع الأيون الفلزي ومعقدات غير مشحونة مع الكواشف المتكونة طبعا من الكاشف العضوي مع الكت أيون، واللي طبعا قلنا هي سهلة الذوبان في المذيبات العضوية وتخفض أو قلية الذوبان في الماء لأنها راح تتشتت بسبب أنه هي معقدات غير مشحونة. فبالتالي أيضا صنفت الطرق اللي تتكون فيها المعقدات إلى اتحاد أيوني أيون أسوسيشن، واللي هي والمعقدات الناتجة عن طريق تكوين أواصر تناسقية. الاتحاد الأيوني يكون قيم تكوين المعقدات، نقيم تكوين المعقدات الأيونية ناتج طبعا من اتحاد مجموعة أيونية مثل الجزيء اللا عضوي
مع مجموعة أيونية معاكسة له بالشحنة، مثل اللي يتمثل طبعا المجموعة الأيونية تمثل الكاشف العضوي، فينتج منها معقدات متعادلة غير مشحونة، فبالتالي هي تكون سهلة الذوبان بما أنها غير مشحونة، فبالتالي هي راح تكون سهلة الذوبان في المذيبات العضوية، وهذه تسمى بالمعقدات. هذه المعقدات تسمى الأزواج الأيونية. طبعا الأزواج الأيونية صنفت إلى نوعين، أما يكون الفلز ضمن المجموعة السالبة للأيون، طبعا هذه المواضيع لا عضوية يمكن أخذتوها بالمرحلة الأولى، يكون الفلز ضمن المجموعة السالبة الأنيون، ويكون الكاشف العضوي ضمن المجموعة الموجبة اللي هو الكت أيون. مثلا اتحاد عضوي كبير يحوي على أيون، مثلا التترا فينايل، تترا فينايل أرسنيوم مع أيون فلزي اللي هو Re4+ راح يتكون زوج أيوني من اتحاد الأيون الفلزي مع التكوين الكاشف العضوي، أو يكون الفلز ضمن المجموعة مو السالبة، هنا يكون الفلز ضمن المجموعة الموجبة مثل الزوج الأيوني الناتج من استخلاص نترات اليورانيوم UO2NO3/2 بواسطة الكحول البيوتيلي، حيث تشترك هنا جزيئات المذيب في تكوين الزوج الأيوني. هذا الاتحاد الأيوني. أما النوع الآخر لتكوين المعقدات هي المعقدات الناتجة عن طريق تكوين أواصر تناسقية. الأواصر التناسقية التي تتكون بين الكاشف العضوي والأيون الفلزي، حيث يكون معقدات مخلبية مستقرة. على سبيل المثال هنا الكاشف العضوي كيوب فيرون، وأذو هنا الصيغة طبعا أنا يعني ما لها داعي يعني أنه تكتب، أيضا يعني معلومات كلها أكثر شيء لا عضوية. صيغته اللي هو فيركب فيرون ما مطلوب من الطالب، اللي هو يكون الحديد الثلاثي يكون معقد حلقي مع الكاشف العضوي اللي يكون معقدات مخلبية مستقرة. هذا النوع الثاني من المعقدات اللي يكون أواصر تناسقية. هنا أهم شيء عندنا في موضوعنا اللي هو تأثير الدالة الحامضية pH على النسبة المئوية للاستخلاص. النسبة المئوية لاستخلاص الأيون فلزي مذاب يعتمد على تكافؤ قيمة N. هنا قيمة N تمثل تكافؤ الأيون الفلزي، وتكافؤ العنصر يتأثر أيضا بالدالة الحامضية pH حسب المعادلة التالية، أنه log K زائد NPH تساوي log E ناقص log 100 ناقص الاستخلاص، نسبة الاستخلاص extraction percentage يعني النسبة المئوية للاستخلاص. هنا يعني نلاحظ عندما تزيد انتقائية الفصل عندما أسيطر على الحامضية المحلول، أسيطر أو أنه أستخدم عوامل حجب هناك، يعني حتى أزيد من انتقائية الفصل هناك عامل، أما أنه أسيطر على البي اتش للمحلول أو أستخدم عوامل حجب أو مواسك ايجنت ماسكينج ايجنت. هذه المعادلة هناك كي ستار هي تمثل لي يعني مجموع ثوابت تفكك المعقد والكاشف وهي ثابت، ان هنا تمثل لي تكافؤ الفلز، واي تمثل النسبة المئوية للاستخلاص لأيون الفلز. لو نرسم رسم ما بين النسبة المئوية للاستخلاص والدالة الحامضية، هنا النسبة المئوية للاستخلاص على المحور الصادي، والـ pH اللي هو يمثل لي على المحور السيني الأرقام التالية حسب ما يعرف. هنا نلاحظ أنه هنا المنحني ماخذ الشكل S، والانحدار
هذا المنحني يعتمد على قيمة N اللي هي تكافؤ الفلز. عندما يكون تكافؤ الفلز واحد، شوفوا الانحدار كبير ويقل كلما زادت تكافؤ الفلز، هذا يسموه منحني سيجمود. نلاحظ هنا طبعا يعني الفلز لما يكون مع الكاشف العضوي معقدات مخلبية أو حلقية، طبعا راح تكون أكثر استقرارا في الطور المائي وتسهل عملية استخلاص. فكلما زادت استقرارية المعقد قلت ذوبانيته في الطور المائي، يعني تزيد كفاءة الاستخلاص. لو نلاحظ من الجدول اللي هنا ما بين الدالة الحامضية ولكل عنصر المفضل لاستخلاصه في تلك الدالة الحامضية، للنحاس الثنائي واحد وللزئبق زائد اثنين من واحد إلى اثنين، الفضة أيون الفضة من واحد إلى اثنين، وكذلك القصدير والكوبالت والنيكل والزنك. نلاحظ هنا كيف يمكن استخلاص كل من النحاس و يعني أيون النحاس الثنائي وأيون الزئبق الثنائي إذا كانت الدالة الحامضية لكليهما يعني مقدرة ما بين من واحد إلى اثنين. يعني بمعنى آخر، كيف يمكن السيطرة على عملية استخلاص كل أيون على حدة؟ أو بمعنى آخر، كيف نجعل الفصل انتقائي؟ يعني نجعل الفصل انتقائيا، قلنا مثل ما ذكرت عندما أسيطر على الدالة الحامضية الـ pH للمحلول، وعندما أستخدم عوامل حجب أو مواسك. بالنسبة إلى الأيونات اللي إحنا نريد نفصلها كل وحدة على حدة، اللي هو أيون النحاس الثنائي وأيون الزئبق الثنائي، قلنا الـ pH مالته متقارب بين واحد إلى اثنين، فيفضل استخدام عامل حجب. يعني أكثر نستخدم، فمثلا في الدالة الحامضية مثل في pH اثنين، كل من النحاس الثنائي والزئبق الثنائي يستخلص على شكل يعني في دايثايزونيات في رابع كلوريد الكربون، لكن اللي هو طبعا طور عضوي. لكن لما أضيف محلول مائي للـ EDTA اللي هو طبعا هذا هو الـ 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 العامل الحجب اللي هو الـ EDTA، هو مختصر لأثيلين داي أمين تترا أسيتيك أسيد، وهو ليجاند مخلبي مذاب بالمحلول المائي. طبعا هذا الليجاند لما أضيفه إلى نظام يحتوي على النحاس وعلى الزئبق الثنائي وعلى الدايثايزونيوم، فبالتالي راح يحدث هناك تنافس ما بين الـ EDTA اللي هو يعتبر هنا عامل حجب من جهة، وبين الدايثايزونات من جهة أخرى، اثنيناتهم يتنافسن الـ EDTA والدايثايزونيوم، يعني يكون يتنافسن على أيوني النحاس الثنائي والزئبق الثنائي. بما أنه معقد الزئبق مع الـ EDTA أضعف قوة من معقد الزئبق مع الدايثايزونيوم، فبينما أنه معقد النحاس مع الدايثايزونيوم أضعف من معقد النحاس مع الـ EDTA، لأن معقد الـ EDTA مع النحاس يكون هو الأقوى. فالنتيجة أن النحاس سوف يبقى بشكل معقد مع الـ EDTA ويكون ذائب في الطور المائي، بينما الزئبق يكون معقد مع الدايثايزون ويكون أيضا ذائب في الطور العضوي اللي هو رابع كلوريد الكربون. معناها
أنه سوف يتم استخلاص أو فصل الأيون النحاس عن أيون الزئبق بواسطة استخدام عامل حجب هو الـ EDTA، حيث يحصل قلنا تنافس ما بين الـ EDTA من جهة والدايثايوزونات على أيون النحاس الثنائي وأيون الزئبق الثنائي. فبالتالي الـ EDTA راح يكون مع الزئبق معقد، ويكون أيضا مع النحاس معقد، وهو طبعا في الطور المائي. لكن المعقد لكونه الـ EDTA مع النحاس أقوى من المعقد لكونه مع الزئبق، بالمقارنة مع الزئبق المتكون معقد مع الدايثايوزونيوم. فبالتالي يمكن أن أفصل أيون الزئبق الثنائي دون أيون النحاس، وذلك من خلال أنه بقى النحاس سوف يبقى بشكل معقد مع الـ EDTA ويكون ذائب في الطور المائي، بينما ينتقل الزئبق إلى الطور العضوي على شكل معقد مع الدايثايزونات. نلاحظ أيضا هذه بعض المعلومات عن ثابت تكوين الـ KF لمعقد الزئبق مع الـ EDTA 10^22 ومع النحاس 10^18. كذلك هنا ثابت التكوين لمعقد الزئبق مع الدايثايزون 10^27 ومع النحاس 10^19. هنا العملية أدت إلى استخلاص الزئبق دون النحاس باستخدام عامل الحجب اللي هو الـ EDTA، قلنا أثيلين دائمين تترا أسيتيك أسيد. فإذا قلنا الزئبق سوف ينتقل إلى الطور المائي بينما النحاس يبقى في الطور المائي، فإذا رح يتم فصل الأيونين. عندما تكون عملية الاستخلاص 50% راح أعبر عن قيمة الدالة الحامضية بالـ pH half pH half pH منتصف الدالة الحامضية. هذه يمثل قيمة الـ pH عندما تكون الاستخلاص النسبة المئوية لاستخلاص 50% من أيون الفلز، يعني الـ E percentage يساوي 50. أعوض عن القانون بالقانون مالتي اللي هو يمثل استخلاص الفلز الأيوني في المعقدات، log K زائد MPH يساوي log E ناقص log 100 ناقص E. عندما أعوض عن النسبة المئوية بخمسين وال pH half half اللي هو يمثل لي قيمة ال pH عندما تكون نسبة الاستخلاص 50% إلى أن تكون هنا لوج الخمسين ناقص لوج الخمسين تساوي صفر، فإذا راح يكون هنا الـ pH half تساوي لي ناقص مقلوب الـN لوج الكي. إذا يمكن أن أفصل أيونين فلزين عن بعضهما البعض باستخلاص إذا كان الفرق في المنتصف الدالة الحامضية للاستخلاص كل منها تكون قيمته يعني كبيرة. معامل الاستخلاص هنا نقدر نسميه دلتا أو ألفا، يعني مهم بهالشكل، يساوي النسبة ما بين يعني معامل الاستخلاص لتوزيع الأيونين الفلزين قد يكون A و B، هو نسبة توزيع الأيون A إلى نسبة توزيع الأيون B على التوالي، طبعا بين الطورين العضوي والمائي. العلاقة اللي تربط معامل الاستخلاص دلتا مع half pH اللي هي تساوي 10 أس N دلتا pH half، والتغير ب half pH هي تمثل لي pH half للمادة B ناقص pH half للمادة، يعني منتصف الدالة الحامضية للمادة B ناقص منتصف الدالة الحامضية للمادة A. بقت آخر فقرة اللي هي ما تعرف بطرائق الفصل الغير المباشرة، هي تقنيات الاستخلاص. هناك طريقتين تستخدمان في عملية الاستخلاص السائل،
الطريقة البسيطة وطريقة الدفعات الصغيرة يسموها باث اكستراكشن، وطريقة الاستخلاص المستمر اللي هي كونتينيوس اكستراكشن. الطريقة البسيطة اللي هي طريقة الدفعات الصغيرة، طبعا هذه من الطرق اللي تستخدم بشكل واسع في عمليات الاستخلاص بالمذيب، ويكون استخدامها ناجح عندما تكون نسبة التوزيع المكونات المطلوب فصلها تختلف اختلاف كبير، وطبعا تعتمد تجرى في قمع فصل اعتيادي كما في مثل ما اشتغلنا بالمختبر اللي هو استخلاص اليود في الطور المائي باستخدام حجم معين من الطور العضوي اللي هو اكثر استخدام الرابع كلوريد الكربون. راح يتوزع اليود بين طورين لحين الوصول الى حالة التوازن الحركي. هنا يتطلب طبعا ربما يعني بهذه الطريقة ضبط الدالة الحامضية حتى يتم السيطرة على عملية الفصل بالاستخلاص. هذه الطريقة اللي يسمها الطريقة البسيطة. أما طريقة الاستخلاص المستمر اللي هي continuous extraction، هي تستخدم هذه الطريقة لاستخلاص المكونات اللي إلها نسبة توزيع واطية. فهنا راح يكون المكون يعني تم توزيعه، يعني المطلوب استخلاصه مئات المرات استخلاص مستمر حتى نحصل على نقاوة عالية، وطبعا لأن نسبة توزيعها واطية فنحتاج إلى استخدامها لمئات المرات حتى نحصل على نقاوة عالية. طبعا تعتبر هذه من الطرق الكفوة. لهنا الحمد لله والشكر احنا راح ننهي محاضرة رقم 13 وهي نهاية الطرق الاستخلاص الغير المباشر، والحمد لله رب العالمين.